مستمعينا ال 11 و14 دقيقة تعرفوها الساعة هذه ساعة النصائح، دونك باش نمشيو الآن 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 مع زهيرة البناني. أنت شكون؟ أنت شكون اليوم باش نشوفوا أنت شكون مع زهيرة. صباح النور. بونجور. أهلا وسهلا. يا مرحبا. مرحبا بيا. تخي بيان انتوغيت برك الله. الاولاد على اليمين وعلى اليسار ما شاء الله. ابعدوا شويه، ظلي بعد شوي. فوالا اجي انت شويه منا دوبليكشي، اعطيوها شويه نفس صحيته. فوالا باش نسمعوا توا، باش نحكيوا على حاجه مهمه ومهمه جدا. داكوردو يا طفل غادي يبيع لي في السبيد. شنو هو ذي؟ ما حيفرض الشراء. يبيع في السبيدريات. فهمتي في ساعة. سوبر الليل. تشري السبيد. ترى نشوف. يقشر في السبيد. قديه. شريت جديد ترينيمون. شريها جديد للانترينمون. مازال حتى كشتي. كشتي باكو. والله رخيص. وتاكل زادة. اخرج على البر. اخرج البر لؤي. اخرج البر. اخرج في ساعة وانت كرسي. تعاوني. يلا زهيرة عشان مش تحكيه اليوم. اليوم كيفاش نتسامحوا مع والدينا؟ نعم. تسمعوا فهمت علاش قلت لكم انتبهوا؟ تري بيان. خاطر ما فماش صغير، انا كوتش ونقول لك وبسيكولوج كان جاي معانا زاد يقول لك اللي مشاكلنا الكل كي نرجعوا للتاريخ نلقاو عندنا حاجة متغشين عليها محسوسين منها، والحاجة هذيك اون جينيرال اون لا روبروش يا امي يا بابا. على خاطر الصغير بعد ربي فما والديه، وحتى كي يظلموه في باله في الصغير يمشي في باله اللي هما عندهم الحق. دونك نقعدوا نكبروا حتى الوقت اللي تقول ليه ها ما كانوش عندهم الحق باش عملوا لي هكيكه ولا باش صغير تضرب. صغير يقول عنده الحق ضربني لازم انا هيج ولا انا غلطه. ما كي تكبر تقول ليه علاش ضربني ماني، علاش عمل لي هكيكه، علاش بعد علي، علاش ما تلهش بيا، علاش حسسني لي انا ما عنديش قيمه، علاش حسسني لي انا ما نتحبش. علاش نكبروا نوليو العبد هذاك اللي احنا نوصلوا له اليوم خاطرنا توجعنا. يلزمنا نفهموا اللي ما وصلنا نوليو وجيها ويوسف ولؤي ودالي وزهيره وراجح كي خاطر تعذبنا واحنا صغار. هذيك ولات لنا القوه اليوم، وهذيك اللي خلتنا احنا نوليو عبد يونيك وما كيفنا حتى حد. به خلينا نحكيوا شنو اللي فيه مهم باش نتسامحوا مع والدينا. اولا واولا واولا يجي نهار ونفقدوه، ربي يفضلهم وربي يطول في اعمارهم. امين. واللي مشى وموان يمشي واحنا متصالحين. وي. علاش باش نوصل للنقطه الثانيه؟ خاطر كي تتصالح مع والديك تتحرر. دونك عملوا اما خلينا نبداو متفاهمين، كل ما عملوا بنيه صافيه حتى اخيب الحاجات اللي نجموا يكونوا عملوهم. جو نو بونس با انا ام وجهه ام اللي واحد ينجم يعمل حاجه في صغيره بنيه خايبه. الغش يخلينا نجموا نعملوا حاجات خايبه، الخوف ساعه ساعه نخافوا على اولادنا نجموا نعملوا لهم حاجات خايبه، اما وراك الحاجه اللي عملناها فما نيه اللي هي ما تنجمش تكون كان صافية. به كيفاش نسامحوا والدينا؟ يلزمنا نكونوا عنا الشواء، نحب نتسامح ولا ما نحبش. كان ما نحبش هذيك انا حر باش ما نجمش نكذب في السماح. كان ما عنديش الفولونتي باش نتسامح ونخير نعيش هكا انا حر. ما فيهاش هذا انفلونس، ما فيهاش عبد ينصحك باش تتسامح مع والديك. من بعد ناخذ وقتي باش نخمم باش نرجع للباسي نتاعي. تو برشا عبيد يقول لك واحد يمشي للبسي معناها واحد مهبول. ليه سامحني، واحد يمشي للبسي معناها يحب يصلح من روحه ويحب يصلح حكايته. كل واحد فينا كي تولد باش يكتب حكايه، تبدا على صفحه بيضاء كي تولد. والدينا تكتب معانا. كي نمشي للبسيكولوج ولا للبسيكوثيرابوت راني نمشي باش نعاود نكتب حياتي بنظره اخرى اللي فيها شنو اللي عاوني باش نكبر ونكون عبد اللي انا وصلت له اليوم. اون فوا عطيت روحي الوقت، اذا كان انا حزين نقبل لي انا حزين، كان انا مغشش نقبل لي انا مغشش، كان انا خايف نقبل لي انا خايف. مثلا نعرفوا لي باغ اكزومبل عبد تضربه وهو صغير يخاف لا يضرب صغاره ونيسيسيرمون يضرب خاطر ما تصالحش مع مع البليسيور نتاعو. دونك نحكي مع روحي نحس اللي يلزمني نحسه وناخذ الوقت باش السم اللي في قلبي يخرج. الله اعلم اين طريقه ينجم يكون يظلي مواجهه احسن طريقه جو بونس مع روحك قبل باش تفهم انت صغير حسي، وحتى مع الوالدين بيان سور. اما كي نمشي نواجه الوالي نتاعي مش نمشي باش نوجعو كيما هو وجعني. اي لا بيان سور بيان سور. نمشي باش نحكي على احساسي. ابسوليومون. وساعه ساعه ينجم الولي يطلب منك السماح من عروش قلب وانت ما تبردش خاطر ما ينجمش يرجع لك الوقت، ما ينجمش يرجع لك الصغر. يزمك انت زاده قبلت باش تقبل سماحه. وإذا كان ما طلبش السماح تتسامح مع الدنيا. أنت ما اختارتش والديك. هما اختاروا باش يجيبوك. يلزمك تتحرر من البوا هذاك اللي عاطل فيك في برشا حاجات. هوني وين يكون السماح مع الوالدين مهم. نتحرر من الحاجات اللي خممتهم وحسيتهم
اللي بتيتر كانوا صحاح ولا غالطين اما عملوها والديا بنيه صافيه عملوها خاطر هما هكيك تعلموا يكونوا والدين بلكشي والديهم كانوا صعاب زيدا بلكشي بابا هرب مثلا نسمعوا برشا عبيد يقول يا اخي هو وقف معنا في حياتنا ولا عطانا ولا عمل لنا شكون قالك اللي هو يعرفش معناها باش يكون بو نهار اللي تولد الصغير حتى حد ما يعرفش معناها ام يكون انا امراه ما كنتش نعرفش معناها نكون ام تعلمت هكيك بعلي الكل تعلمنا بعلي واللي يتعلم بعلي منين يجبد موديله من بوه من امه اللي هما ايلزيتي با بارفي معناها كان فما حاجه اليوم اي ولي يسمع فينا راهو ماهوش بارفي وحتى حد ماهو بارفي كولي والصغار اللي تسمع فينا سوي سور فما حاجه بركه بارفيت في علاقتك مع بوكم كي نيتهم حتى ولي ما حب يوجع صغاره غلط صحيح حتى احنا غلطنا كصغار بتيتر احنا زاد خوفناهم اللي كان هايج ويفسع ويكذب عليه ما يخوفش والديه بيان سور يخوف والديه كيما قالت لك واجهها نواجه روحي دابور نحكي مع روحي نحضر ديسكوري اي سورتو مادامني مازلت ناويه باش نوجع امي ولا بابا سكو جو سوي با بري باش نكافحو مادام مازلت نحب نوجع ومادام نحب الراه مثلا حزين ولا يبكي راه جو سوي با بري باش نتسامح السماح يجي باحساس نتاع عبد سليم وماهوش يلوج على حاجه اخرى كو السماح اذا كان ماشي باش نوجع راني انا باش نوجع روحي نو بارون هما مريه واللي نحب نقوله بتيتر من بعد الكلمه اللي اهم كان تحسوا بالذنب مع والديكم اطلبوا السماح حتى كان هما ما يقبلوش باش ما نفقدوهمش وانت تقعد عايش بك الذنب ديما نقول لكم الذنب ما يصلحش حتى شيء ما يفيدش الذنب يقلق ويثقل وكها يا خويا تحرم الذنب قول سامحني كلمه سامحني انت قلتها وبرا ما سامحكش خاطر احنا يقول لك انا قلت له هو ما رجعش علي انت قلتها انت تحررت وقلتها الباقي على ربي وعلى الدنيا وما فماش ونجم نقولها فما والدين تنجم لطف عليهم يموتوا حزينة ولا مغشين على صغارهم ما فماش واللي ما يحبش صغاره كي دراش يصير في الدنيا مادام هما السور يحبونا مادام هما السور عندهم نية صافية مادام حتى وكان غلطوا معانا ميسالش اللي يعطوهولنا هو جهد اللي يعطوهولنا هو محبة حتى ما ليكسبريمي أما محبة كانت موجوده حتى ساعه ساعه كي ان بارون يقول انا انت صغيري ما حبيتش عليك نجم يقولها حتى بتفادليك ولا حبيتك تكون طفله والا ما كنتش انت في البرنامج صغير تحطمو كل ما كان هكا حتى بالبرنامج ولا انا ديما تقول يومي ولا كنت في البرنامج قول احمد ربي سي تري بيان مي سي تري بيان الكونسيامون راهي توجع الصغير برشا في قيمته نتاع انت ما كنتش ما كناش حابين عليك توجع هذيك مي هي زاد الام كي جيت نجم تكون جبت لها سعاده كبيره برشا سوف كما ما قالتهاش دونك نحاولوا احنا نخمو بمخنا واحنا كبار كيفاش نجمو كل لحظه مازالت في حياتنا تكون بيه لينا وليهم وعلى خاطر احنا نستنشقوا منهم ومن طبيعتهم ساعه يجيني عبد اون كوتشينغ مثلا يقول لي امي مريضه ولا بابا مريض نقول له اغزر ليديه بالكدي اغزر ساقيه بالكدي اغزر الخشم يغزروا لي بزهقك شبيه تحكي هك على خاطر كي نهار نفقدوا حد اتعس حاجه في الدنيا هي باش تنسى وجه ريحة صوت نتاعك العبد اللي كان هوني وانت بتدخ ما طليتش عليه كل يوم وما تفقدتوش كل يوم دونك مادام والديكم بحذيكم بوسوهم وشموهم وعنقوهم وراي كلمة سامحني سامحوني باش نقول كلمة ماشي تقعد بزيق كلمة سامحني ما نحبها في القلب برافو يعطيك الصحة شكرا ليك زهيرة شكرا شكرا على المعلومات والنصائح هذه كلها جود شوب زايره برشا قلوب برشا محبه برشا نحبكم على برشا على والدينا يسامحونا على حتى ربع كلمه ولا تعب شقاو علينا في قلوبكم في قلوبهم سامحينكم دنيا واخره انا ام ونار ربي يخليك يا زايره شكرا ليك زايره نمشيو فاصل ونرجعوا بطبيعه لصحه صغيركم بعد صغيرك باي ميد بوان تي ان اول ما قعدت بي في تونس والوحيد اللي تلقى في اقرب طبيب ليك تاخذ مع موعد على الانترنت جود جوب شكرا شكرا طلبتوا سماح بالكدا سافا سافا مو قال لك يصفقوا دوكا امورنا صح نفهم اليوم في صحه صغيرك باش نحكيوا على التغذيه عند الرضع تحضر معنا منال عرفاوي مرحبا اهلا وسهلا بيك خبير التغذية العلاجية مستنسة بينا مستنسين بيك اكزاكتومون هكا الوليدات بحذيك تو باش نحكيو على تغذية الطفل الرضيع منذ الولادة حتى يجي العمر 6 أشهر حتى يا ربي من 6 أشهر حتى يجي العام نبغت كوا خاطر ما يبداش ياكل الصغير دو ميتور سي با بوسيبل نسيت جي بيردو لا ما نسيت ام كأم نسيت زي مثلا بدا ياكل من العامين فما اللي ينطق من الاربعه اليوم باش نحكيو على التنوع الغذائي عند الرضيع عندنا زوز مراحل مرحله اللي هو ملي تولد حتى كش ل 6 اشهر ومن 6 اشهر حتى للعام باش نحكيو على المرحله الاولى
باقتذاب على خاطر ملي تولد صغير حتى كش العمر 6 شهور وما يستحق كان الحليب سي تو اليتمون اكسكلوزيف لا باس بيس لا مي لا حتى شيء يا اما يرضع من نمه والا لولي انفانتيل حليب الحكه اذا فما اقلاق نتاع غاز الام هي اللي تشرب التيزان الحليب لم وإلا حليب الحكة فيه بما يكفي الماء الصغير حتى كش للست شهر الفريكانس ما بين كل رضعة ورضعة ماذا بينا بين ساعتين ثلاثة سوايع ومن نص الليل حتى كش للستة متاع الصباح نحاولوا نوقفوا الرضعة باش نعدلوا للصغير لغلاج بيولوجيك متاعه به وصلنا الصغير لعمر الست شهر اشنو باش نوكلوه باش نبداولو أولا بالخضرة والغلة اما باش ندخلوا له الخضره الاول علاش الخضره الاول خاطر الغله القوم تاعها حلو اذا نبداو له بالغله يولي مع شكل الخضره يا شكل يقبل الخضره باش نبداو له بالخضره اما الخضره الخفيفه بما معناه شويه قرع اخضر شويه قرع احمر شويه سفنيه ونبداو ندخلوا له بشويه بشويه شو معناتها بشويه بشويه ديما فما انترفال نتاع نهار نهاري ونتفقدوا الصغير على الرجي باش اذا يعمل رياكسيون نفهموا على اي نوع نتاع خضره هو اللي تحس منها يوصل لنا الصغير للست شهر ونص ندخلوا له الغله الغله تكون طايبه سو فورم دو كومبوت الحاجه الوحيده نجمو نعملو نعطيوها له ماهيش طايبه اللي هي البنان اما تكون كعبه البنان ناضجه يعني طريه وفما زوز انواع نتاع غله ما ندخلوهمش من الاول هما لي فروي روج من العام وعندنا لي فروي ازياتيك كيما الكيوي ولا اناناس من 9 اشهر حتى كش لل لل 12 شهر نجمو ندخلوهم يوصلنا الصغير لعمر 7 اشهر بدا باش يقعد باش يبدا يحبو يستحق شويه طاقه لنا ندخلوا له السكريات النشويات اما النشويات اللي ما فيهاش جلوتين خاطر قبل التسعة شهر المعدة متاع الصغير ما تنجمش تهضم الجلوتين باش ندخلوا له شوية روز في البرد متاعه باش ندخلوا له شوية بطاطا باش ندخلوا له البقول الجافة كيما الحمص العدس الفول الحمص النجم وزيدا نعطيه له كيما العصيدة الصباح نرحيوه ونعطيه له الصباح به وقت اللي يوصل للسبعة شهر ونص توا باش ندخلوا له اللحوم نبداو بالدواجن الاسكالوب الدجاج شويه حوت ميلنا نحكيو على البواسون ميغر كيما النازلي الحوت الدهني ولا الحوت الدهني يدخل كان في عمر العام وعندنا لي فروي دماغ يدخلوا في العام ونص فيهم نسبه كبيره نتاع اليرجين ينجموا يخلفوا شويه تحسس للصغير به وصلنا للصغير توا العمر 9 اشهر توا باش نجموا نعطيوه الحبوب الخبز العجين قبل هذيك ماذا بينا لا حتى كدمه الخبز اللي نعطيوه له باش يلكلكها على سنيه كيف كيف لا نبداو ندخلوا له باللي سيريال فيه شويه شوربه شويه دويده شويه حليلم ونبداو نسنسب فيه هيك الخبز حتى كش يوصل لعمر العام باش يولي صغير يقعد على الطاوله وياكل معانا ثلاثه وجبات به كي نوصلوا للعام توا باش نبداو نعطيوه الحليب ومشتقاته يعني قبل العام ياغورت لي بيتي سويس لي والجبونات لا علاش خاطر لو لي دفاش فيه اون بروتيين اللي صغير ما ينجمش يهضمها وتنجم اذا ندخلوه له قبل العمر العام تخلف له حساسيه يولي بعد عنده حساسيه من الحليب ومشتقاته ما ينجمش ياكلهم حياته كامله دونك بعد العام كي ندخلوا ماذا بينا ديما كان ياغورت والا البيتي سويس يكون ناتورال نسنسوه بالجو اللي ناقص السكر الملح والسكر والعسل زادا يدخلوا بعد العام قبل العام ما نحطولوش لا ملح خليه يتذوق ويطعم ويكتشف الاغذيه ومن بعديك نبداو ندخلوا له حتى بعد العام ماذا بينا ديما نمشيو نحليو له بالسكر الطبيعي العسل شويه دقله شويه بنان ونبعدوا ياسر على الحاجات المعلبه والحاجات اللي فيها لي كولورون خاطر تخلف لنا اون ايبر اكتيفيتي عند الصغير ايوا شفت بيه دونك شنو قعد اخر نسميه عملنا حوصله شنو ينجم الصغير من 6 اشهر حتى كش للعام شنو ينجم ياكل وصل للعام سي الصغير باش يولي يقعد وياكل معنا على الطاوله فما من 6 اشهر نوليو نعطيوه وجبه واحده ونخفوا له كل ما نزيدوا ندخلوا له نخفوا له في الرضعات يوصل للسبعه اشهر يولي ياخذ وجبتين
من 9 أشهر وبعد العام يولوا عندي عنده 3 وجبات فطور صباح والفطور القايلة والعشاء وبينهم لومشتي. واضح واضح يعطيك ألف صحة يعيشك. شكرا ليك بالحق واضحة بالقديب 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 خاطر احنا مساسين قولك من قبل انت قبيلة حكيت على الحليب وقلتك الماء متاع البسباس وكل هذيك ما عليش الأم الأم تاخذوا أما صغير باش يتعدلوا في الحليب خاطر الكاباسيتي نتاع المعدة نتاعو صغيرة إذا باش نعبيه له بشوية ماء ولا شوية بسبيس يولي ما عادش يرضى عنا باغ كونتر الأم تاخذ تيزانة تبعد على الحاجات اللي تخلف لها الغاز باش تحميه هو من الغاز. شكرا لك منال عرفيوي خبيرة التغذية العلاجية بارك الله فيك. شكرا احنا مازلنا معاكم مواصلين حتى نص النهار نسمعوا موزيكا وراجعين. ثلاثين دقيقة نمشيو للرسم صحيح نمشيو مع لؤي شني في رسميات. رسميات ويجوز وللأسف كينوا الأخبار الخايبة كل جيم عيلة ما نعرفش عليه شو نعمل عمري سكروليهم كيما سكروليت الستوريات هذيك بالسكرول سكرول حاجة أخرى. المهم دو يوتيوبر يتعاركوا عرفت كيفاش عمل حاجة ما تجيش جملة في عالم ليزانفلونسور معناتها مثال تم بعد جاي هاي جاي نص النهار سوايب بايبيني نجم نحكي يعني تفضل خاطر حسيتها بدات برسمية عركة تفضل واش نقول لك ما تشوفوش هكاك ريتك المرايات ودنيا كلها 50 كيلو منظار تتسطح هذيك ما يفهم حد شيء يخرجك حيد ناية علي كيف العالي يلا بي وجوج خلي نحكي وشنا قال الطبوبي اللي نوعا ما هو خطابه من 25 ولا من 26 جويلية بعد ما قبل رئيس الجمهورية كان مستقر عنده نفس خلينا نقولوا المبادئ في ما يخص إجراءات 25 جويلية لكن نوعا ما قاعد يساعد في في اللهجة يقول البارح يخرج ويقول على شنو قال رئيس الجمهورية وانه راهو ما لازمناش الكفاءة على قد ما يلزمنا عبيد صادقين وطنيين اللي يحبوا البلاد هذيا. الطبيب يجاوب رئيس الجمهورية يقول له ليه راهو ما نحبوش المحابات اللي ديجا عملوها قبلك نحبوا خلينا نقولوا الكفاءة على رأس كل شيء كيف كيف كلاش واضح. أما لهنا وجوج الحاجة أحب أقولها وأنه تقريبا من 2019 رئيس الجمهورية هو اللي كان الوحيد اللي نجم يعمل الحوار الوطني كيف ما برشا ناس وقتها حبوا يمشيوا فيه تو تبدلت المعطيات رئيس الجمهورية منعزل رئيس الجمهورية ولا فاعل سياسي في العركة ذي اللي قاعدين نشوفوا فيها وهو اللي عمل الإجراءات الاستثنائية والاتحاد قاعد يخو في موقف اللي يعمل ليكيليبر ما يدو لرئيس الجمهورية على أساس أنه مازلت القنوات مفتوحة والنجم ونحكيه والنجم ونبنيه مع بعضنا أما أو ميمتون يعني كلاش ونقد لذع لتصرفات رئيس الجمهورية فيما يخص الإجراءات الاستثنائية وقتش بشتوفة فيما يخص البناء القاعدي اللي هو مشروع رئيس الجمهورية والاتحاد رفضوا رفضا باتا يقول لك أنا عندي خلينا نقول أحزاب سياسية وعندي نظام سياسي نجم نتناقشوا فيه نختلفوا فيه أما ما تجيبش بروجي ما عندك مسقط على خاطر إجراءات 25 جويلية واللي صار في 25 جويلية الصباح راهو تقريبا التوانسة يستناو في إجراءات اقتصادية واجتماعية وعليه العرك السياسي ذي كل نجم نمشيه له في حوار سياسي شامل اللي ما نقصي في حتى حد. رئيس الجمهورية خلينا نكون واضحين راهو زاد في شنية صار الأيامات اللي فاتوا المرة الثانية بعد 25 جويلية رئيس الجمهورية يقابل المجلس الأعلى للجيوش هذه حاجة زاد لازم نحطوها في كونسيديراسيون خاطر يقابل المجلس الأعلى للجيوش 25 جويلية خرجت الإجراءات هذيك الكل وشفنا كيف الجيش سكر البرلمان واخذ الفضاء العام وكان مع رئيس الجمهورية زاد كيف مازال يقابلوا وعليه نتصوروا أنه رئيس الجمهورية فما إجراءات جديدة بشيخوها إجراءات أقوى خاصة فيما يخص فيما يخص الانتخابات التشريعية اللي فاتت اللي يقولوا انه تقرير محكمة المحاسبات ثابت انه الناس هذي تجاوزت القانون وعليه لازم نخرجوا مرسوم وصار برشا اختلاف باش نبطوا في الاجال يعني باش نحطوا اجل
وقتاش المحكمة تطيح القائمات هذه باش هو ينجم يحل البرلمان ويتعدى للإصلاح السياسي. خلي نكون واضح، الاتحاد يمكن أكثر واحد عاقل في المشهد السياسي لتو، من جهة يحب يحافظ على علاقته مع الأحزاب السياسية حتى اللي مختلف معها، أما عنده موقف واضح من 25 جويلية يقول الاتحاد أنا مع 25 جويلية ولازم استكمال مسار 25 جويلية والمنظومة هذيك يعني لا عودة للوراء كما قال برشا ناس أخرين اللي قاعدين يقولوا أنه هذا انقلاب وما إلى غير ذلك، أما أمام طان يقولوا أنه حتى حد ما يقول أنا ربكم الأعلى في تونس، راه كلنا لازمنا نقفوا لبلادنا مع بعضنا وما نعطي حتى حد سك على بياض حتى لو كان رئيس الجمهورية باش أنه يعمل اللي في مخه. هذا الكل راهي وسائل ضغط على رئيس الجمهورية. علاش؟ على خاطر كيف ما قلنا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أبار الأزمات اللي موجودة الأخرين، الأزمة البيئية في صفاقس ولا الأزمات الأخرين، الشيمينو البارح واليوم عامل إضراب على أكثر حاجة كنا نحكيه فيها وكنا خايفين منها اللي هي الشهاري. الشيمينو ما خلصوش في الشهاري متاحهم وعليه عامل إضراب وشلل خلينا نقوله في المواصلات والقطارات. هذا الكل ضغط، يعني طبو بيوجه لرئيس الجمهورية رسالة يقوله هاك تشوف الوضعية الاقتصادية منش خالصين خلصوا الشهاري، فما زيادات فما برشا مفاوضات، الحلول الحلول يقوله ليه يقوله ما تعطينيش الحلول، ايجا خلينا نقعدوا فرطانا نحكيوا الحلول. راهو تقريبا رئيس الجمهورية من بعد 26 جويلية واللقاء مع الاتحاد مع وجه قابل المنظمات بالصفة ذيك ونعزل تماما. والسؤال الكبير رئيس الجمهورية كيفاش يحب يبني اقتصاد وكيفاش يعمل اصلاح وقت وين اللي ماشي بينا وين وقت اللي مسكر على الناس الكل، اقتصاديين رجال اعمال الاتحاد الناس الفاعلة هذه الكل اللي ما تنجمش تنحيها بالمشهد التونسي وتقعد الايام الجاية باش تكون محدة خاصة فيما يتعلق بالانتخابات التشريعية اللي فاتت ونشوفوا رئيس الجمهورية شيء مش يعمل خاصة في موضوع الميزانية وموضوع الاقتصاد في 2021-2022. يعطيك صحة يعطيك صحة لؤي، شكرا لك. برشا نفس الأسئلة نفس الأسئلة تتعاود، نفس الأسئلة وين ماشيين كيف باش يتم الإصلاح على يدين شكون، هل يلزمنا نرجعوا نقعدوا بالحق على طاولة واحدة الناس الكل، هل هذيك كلمة يلزمنا نقفوا لتونس وقتاش باش تتم؟ ما هذيك الحكاية المشكلة فين يا وجهها كونه كي نقولوا شنية الحل وين ماشيين وكيفاش تشوفوا في الحلول للأيام القليلة القادمة. القعدات قعدناهم ونقولوا احنا المجالس وتحطوا والوثائق وتكتبوا كارتاج واحد وكارتاج اثنين وكذا، ولكن كي تجي تشوف علاش الضبابية كبيرة ياسر، خاطر يساجي دو كونسيسيون، شكون اللي باش يسلم ولا يطيح لشكون، واحنا قاعدين نشوفوا في المشهد وعارفين البوزيسيونمون تاع كل واحد فيهم كيفاش وكل واحد شنية اللي يخليه يتشبث معناتها بالموقف نتاعو لهالدرجة ايجو هذيك الخايبة هي خموا فيه ولا وجبج أخت التول اللي تحكي الكل والبوليتيك وكل شيء بجي ربي خموا في بلادكم الحقيقة، رو فما عبيد رو موتة بالشر وفما عبيد مش خالطة وفما رو ذي راي عناوين كبيرة يا يوسف، ذي عناوين كبيرة تنجم تقولها رو للتفاصيل متعبة برشرة حاجة إيجو ما بين لوجيتي ورئاسة الجمهورية وأطراف معينة سياسية ودر باش نقعد كلو بينا نفس الحكاية نعاودوا فيها كل جمعة نفس الموضوع، دي خموا في كل يوم مش هتكون جمعة في البلاد خموا في البلاد راو رانا ماشيين في حيط، كل ما يحكي له اي في رسميات وواحد ساقيه تتحش كل مره نقولوا رانا ماشيين في حيط ورانا يلا نبدل لكم سيدي نبدل لكم نبدل لكم لحيوت نبدل لكم، خلينا نمشي ونشوفوا ابراهيم الطيف في المهرجان القاهره السينمائي في مواكبه للدوره 43. برهوم صباح النور. باخير الجيش نحوالي شنو احوالك انت؟ سافا تري بيان وانت؟ شبه مستنزل شوية مستنزل؟ اي بارح مكتسر مخر يا برهوم في بيني بي ولا لا تعرف الكلمات يجار في السنة تقولي شيء كبير الكشري الحار راهو يحكي أنه ضربة ضربة كشري ما يحبشك الكوتش غادي المكرة وكلها كله يحكي شو عندك فيه يا ودي في مصر توا برهوم هك في مصر بعيد ما عليك فيه أقول كل شهر ثلاثة ومغربة نعطيك في فير برهوم كل كشري الحار برهوم البارح كنت في ضيافة سفير تونس في مصر
البارح هو لا هو قلت البارح اه قلت البارح ما حكيتناش اوكي جينا الاخبار اي جاتك الاخبار ودايما كانت لفتة تسمى كما تقولوا لفتة كريمة انتم في تونس احنا في تونس بلد الثاني في بلدك الثاني على فكرة ساعات السفير يستقبل معناها كل التوانسة اللي كانوا موجودين خاطر اليوم كثروا تبارك الله اليوم نومبر دو تونيزان دوبلي باهي وصول فريق ظافر اي فريق العمل نتاع ظافر وبداية ما يسمى بالاندستري نتاع المهرجان معناها كما نقولوا ورشة المشاريع ورشة وانا نكلم فيكم توا مهدي مهدي برساوي مهدي برساوي قاعدين يتشيو في مشروعهم القادم اللي هو عايشة بغيت نرجع مرة أخرى للحكاية هذه باهي دونك وي السفير كان استقبلنا الكل كل الحاضرين اللي في الأسواق فريق مهدي هميلي دونك جازا والممثلين اللي كانوا موجودين مع جمال العروي وكل واستقبل الصحفيين اللي كانوا كذلك موجودين وقاعد يجي الأفلام جاء الفيلم قدحة شفناه البارح كذلك في فيلم مهدي الهميلي وأكيد أنه باش يكون اليوم في التابيك وكما قولوا في التابي روج متاع فيلم ظافر العابدي دونك كيفاش كانت البارح سألنا علاش التذاكر ما كانتش متوفرة الفيلم مهدي قلنا أي شنو طلع الاخبار بتبتشي لا تبت مع مهدي وتبت مع هو كيما تقول جنتل اجريمنت أيوة. ما بين الانتاج نتاع مهدي ميل لانه عنده كذلك منتج ما بين المنتجين نتاع مهدي ميل فهم منتج مصري موجود في امريكا امريكا يعني امريكا ايوان ايوان معك معك دونك صار انه موافق على حذف مشهد او اثنين من الفيلم من الرقابه هوني ربي يسترنا احنا في تونس و دونك نحى المشهد وخلاوا العرض فقط للباتشي اللي عنده معناها شرط الدخول والصحفيين ولكن بموافقه المهدي دونك ما عندي ما نقول في الحكاية الفيلم عجب 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 برشا مانيفيك حتى برشا. أنه سبري الوانسة الحاضرين يقولهون وكأنه مسابقة المسابقة الرسمية في أيام كالكاس المائية ممكن تكون الأفلام الموجودة هنا بقى هذا ما يقوله الناس هوني اللي توانسة في بعضنا مش حتى الاخرين ما يعرفوش بان هي الافلام اللي صارت اختيار ولكن بون ديما فما كان نشوه نتاع انه نكونوا احنا في الخارج ونشجعوا الافلام نتاعنا فما تضامن كبير الحق ما بين الفرقات شيء جديد هذا تضامن كبير ما بين الفريق التونسي حتى يعني كانك في مباراه كره قدم تشجيع كل واحد يحاول درابو لعب على درابو ويحكي مع الصحافه ويهز على الفيلم هذا باهي برشا تبقى في الاخر مسابقه ومهم جدا انه يكون افلامنا وخاصه هي جيده متوازنه دونك اليوم ظافر العابدي اليوم حدث في المهرجان رغم انه راهو المهرجان وجهه راهو تبدل اصبح حرفي ومهرجان ما عادش مبني فقط على النجوم والكل من خلال حتى الندوات البارح حاجه مثلا عملوا فيلم اللي مثل اخر فيلم حاتم علي الله يرحمه وكان ممثل هو فيه دونك كانت فيلم اسمه عن طريق الشوكولا السلام عن طريق الشوكولاتة حتى اسمه دونك انه ان كلاندوي الحاتم علي صحيح هو سنوات الجمر اللي في سوريا اشتغل في القاهرة كثير ولكن انه اوماج حاتم علي في مهرجان كما القاهرة كان سيتي ان مومون ايموفون تري تري ايموفون دونك فوالا الاخبار اليوم سينو كيما قلت لك هي لا بون سولد اوت في 1800 بلاصه نتاع القاهره الكبيره باهي برشا دونك في الفيلم دونك وصلت نجده البارح نجده بن عبد الله ربيع بالسايسي بيان سور جا الزريلي من دبي الامارات الامارات دونك ايكيب كبيره جاو
إيكيب كبيرة إن شاء الله، إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله نسمع أخبار باهية ومشرفة للأعمال السينمائية التونسية. بون كوراج الضاف العابدين وكامل فريق الفيلم. شكرا لك إبراهيم الطايف، غدا إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد معك. احنا نمشيو فاصل ونرجعوا، يلا. اي فما احلى غاديو، رجعنا لكم، رجعنا لكم باش نحكيوا على دراسه كانت قدمتها منظمه اكس فام. تاكد انه اكس فام، سامحوني هكا سي سا اكس اي اي اكس شو انا كل واحد من مخه. يلا اكد انه المراه التونسيه تقضي 8 ساعات يوميا في اعمال دون اجر، وهذا يحكينا عليه المره فاتت الاولاد. دونك الدراسه باش تحكينا عليها بطريقتها ضيفتنا عن منظمه اوكس فام اماني المبروك، تفضلي. دونك نساء في تونس يعديو من 8 الى 12 ساعة يوميا في اعمال رعاية غير مدفوعة الاجر، معناها الخدمة ببلاش مقابل 45 دقيقة فقط للرجال. شنو ما هما اعمال الرعاية؟ ستاتيستيك واحد بورسنتاج على خاطر حاجة روعة. بورسنتاج معناها بال في نهارها من 33 الى اكثر من 50% من نهارها مقابل 3% من نهار الرجل. في تونس شفت علاش اكس تفضحنا. يلا باهي، دونك شنو ما هما اعمال الرعايه وعلاش هما عنسى اكثر؟ اعمال الرعايه يا سيدي هي الاعمال المنزليه، التسييق، التطيب، التنظيف، الحوايج، الغسيل، الخ الخ. واعمال الرعايه اللهو بالصغار، دوشلهم، وكلهم، لبسهم، خمم في اللمجه، خمم في العشاء، واللهو زيد بالكبار واللي يسحقوا عنايه خاصه. هذا من غير ما نحكيو على القضيه البرة وخمم في هذا واشري هذاك. بتبيع هذا الكل اللي يزيد عليه الفوارق بين النساء مثلا اللي في الريف وصعوبات اللي تزيد على خاطر عادي يقص عليها الماء ولا يبدا اصلا ما عندهاش ماء ولازمها تمشي تجيبه، وزيدهم لمين الحطب وحمين الطابونه وتشعيل النار. زعما علاش العبء هذا يتيح عن نساء ولا عن نساء اكثر؟ كيما على خاطر ولدي راجل ما يبكيش وبنتي حاذقه تغسل الماعون، ولدي لازم يلبس بالازرق ويكره الوردي على خاطر لون نتاع بنات. التربيه اللي ربيوها لصغارنا وساعات حتى المجتمع هو اللي يزرعها فيهم، والمعايير الاجتماعية القائمة على المنظومة الأبوية تساهم في هالتقسيم المجندر والمش عادل. نتربيه على فكرة اللي المرأة لازمها تربي وتكبر على خاطرها حنينة وماكلتها بنينة، والراجل اللي يجيب الفلوس ويصرف. اليوم هذا بعدش مقبول على خاطر زاد عنف عن نساء. هذا الكل يخلي نساء ما ينجموش يوصلوا لفرص اقتصادية مهمة، ونساء اللي تخدم في خدمة بالفلوس يا إما ما تنجمش تقدم برشا في كاريرها، يا إما تعمل في النهار خدمتين، يعني خدمة الدار وخدمة البيرو، وهذا بالطبيعة يأثر على صحتهم وعلى سلامتهم النفسية. وإذا تحبوا نسيكم متفرح ديت وشيخات، مدوا ديكم وقفوا معاهم قضية الدار على خاطر له عيب له حرام بالعكس. حسب رأيكم شنو الحلول اليوم؟ الحل يبدأ من أسفل السلم في العائلة. نربيه صغارنا على أنه النظافة والاستقلالية هي مهارات حياتية، ما هيش خدمة راجل ومرأة، ونتقسموهم نسكل مع بعضنا. فمش علاش نخدمه ونروحه، واحد يزيد يلم ويطيب وينظف، وواحد يتمد يتفرش في التلفزة. من جهة أخرى الدولة زادة عندها دور أساسي في المعادلة، على خاطر في سياساتها تعزز في التقسيم هذا، وعلى خاطر فمش توعية. مفروض باللي صغار تذكروه أبي مبروك يتفرش في الكورة وماما طيب في العشاء. هذا عاد من غير ما نحكيه على سياسة التقشف متاحة اللي ما عادش تستثمر في قطاع الخدمات. قبل على الأقل كان عنا روضات البلدية، اليوم امشي وشوفوا أسوام الروضات اللي شعر فيها النار. وهذا يعاد ما غير ما نحكيه على مراكز العناية بمحدودي الحركة والمسنين وأصحاب الخصوصيات أصحاب الخصوصيات كما مثلا أطفال التوحد. هذا وما زلنا ما حكيناش على عطلة الأمومة والأبوة ومعاناة الأمهات المرضعات في الخدمة والكريش والدار. بالنسبة للقطاع الخاص مانيش ناسينه، لازم زيده هو بيدو ياخذ بعين الاعتبار عبء أعمال الرعاية ويحط سياسة عمل ملائمة. ما فيها بيس كل شركة طويلة عريضة تعمل روضة ولا كريش بحذها، ولا الحال كوفيد وكنا نعاني يولي عنا فليكسيتاي. وزيد عاد كي تجيو تتدبوا في الوظائف أكن سالي معرسة ليتا وتحبل وترسينا نعطيوها كونجي، وكان عندها صغار أختنا منها تو يمرض وتبقى تاخذ في كونجي باش تلهي بيهم. اليوم العنف هذايا لازمو يتوقف على خاطر ما عادش مقبول، والكلنا كمكونات مجتمع مسؤوليات ومسؤولين عليه. لو نشبد ذراعي اللي ما بتوقف بيه ترى خلصني في جهدي حياتي.
عيني وتعبي لا مش واجب حبي ولا هستيريا اللي نقول فيه سايب شوية هواية طيح الضغط ضغط 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 بي اخرج عمل دورة في الليل شي غلط 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 مش نار تكدح انا مش مرا حرة انا تعمل علي انا سبكو مش سوبر ومان انا في البيرو انا دار وصغار انا تعب في راسي انا تعب في بدني انا حب نعدي نجومي في ليلي في سمايا حلوة ياسر 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 معبرة جدا جدا الأغنية هذيا شكون اللي كتبها وشكون اللي تغني فيها؟ الأغنية هذيا عملناها بالشراكة مع الفنانات الثلاثة بديعة بوحريزي لبنى نعمان وكاست مانيفيك حلوة برشا حتى اللمش مبايس معبرة معبرة بالحق بالحق معبرة على الآخر وكنا لؤي وراجح ويوسف دالي كنا حكينا على الموضوع هذي وش بدنا نسبة الإنسة اللي تخدم بدون اجر وجه وجه جست خدمت فيها انا على خاطر والله كنت فما تصويره كان مش خدمه الدار راني في بير ولا ايتار اي كان اي كان مش خدمه الدار راني في الخدمه ايتار اي راني في الخدمه ايتار دونك فما مشكل كبير وداير في الـ في الـ في, في الاستاتستيك اللي لقيتهم تقريبا في تونس عندنا 26% كهو من سي يخدموا كونتر 70% من رجال راهو نحكيه على من 33 حتى شي 50% من وقت المرات عديه في خلينا نقوله في اللهوة بالدار وبالصغار وحاجات هذيك الكل وقت اللي نقاو رجال 3% كهو راهو جاب كبيرة 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 على الاخر اللي يحرم انسى من الاكسيسيبيليتي للخدم من الاكسيسيبيليتي انهم يلوجوا على حياتهم على خاطر حياة المرأة ما تقفش في الدار كهو ما تقفش عندها حياة مهنية عندها تحب تتطور في حياتها في قرايتها ابسوليمون خلينا نقول الاستاتيستيك اللي خرجوهم في الريشيرش هذي اللي هم مهمين برشا نجموا نستخدمهم خلينا نقولوا باش نوعيو خاطر ظهر لي اول مره تتخدم ريشيرش من نوع هذايا ويخرجوا دي ستاتستيك اللي هما صادمين باش يوريك قداش المجتمع التونسي راهو للاسف وجه خلينا نكون صريح القطاع الخاص وفما برشا شركات وكل شيء راهو عنف مباشر ضد النساء يقولها انت مع الرساله الحاجات هذيك الكل اكزاكتومون ما نحكيوش على الكونجي ماتيرنيتي والفازات هذوكم كل رانا نعانيو في تونس برشا وقت مش باش نبدلو اما اموا ها نبداو الخطوه الاولى نبداو ننشروا الوعي على الحكايه هذه نبداو نحكيو على الارقام المهمه والمفزعه على الاخر خاطر كيف ما قلت خطر ولات عنا حاجة عادية وكأنه مش مشكل وكأسحيد اخدم 8 سوية على روحك وشكون قلك انت جيب الصغار وشكون قلك انت اخدم في الدار احنا نسميه تخافاي انفيزيبلي انفيزيبليزي يعني هو غير مرئي وفما سياسات مخفي معناها بالنسبة باش نجيوبك على الإحصائيات جوستومون نحنا كنشوفوا كل عام نسبة الخريجات في الجامعات ونسبة النجاح في البكالوريا أكثر عن سي وللأسف ما تترجمش من بعد في مراكز أخذ القرار وفي المراكز القيادية كالكسوة وينهم أي وينهم علاش نسى هذوما ما همش حاضرات في سوق الشغل بقوة ولا في الحياة العامة أون جينيرال شكرا لك أماني المبروك بارك الله فيك شكرا داهمنا الوقت احنا نكون وصلنا لاخر حلقتنا نعملوا طله في سفيسه على الريزلتان تاع السونداج انكم ذوي الاحتياجات الخصوصيه ماخذين حقوقهم في تونس ولا 95% من الاجابات نتاعكم كانت لا و5% يقولوا اكيد وهنا قاعدين نشوفوا في برشا حاجات شكر كبير لكم ابنائي راجع مرحبا بك لؤي شكرا روحت من غادي الغادي ميرسي يوسف الدبلكشي الوحيد اللي يقعد حتى يكمل يلم معايا الدنيا الكل يلم معونا يخرج الاخراني شكرا امينه بوغانجه ميرسي بوكو نور بولابير في الاخراج ايمان مالكي يزيك من الماكله ايمان خليك في التفاح شكرا سليم بالحمزي كيف كيف اي اف ام تي في غدا نتقابلوا ان شاء الله في موعد جديد نقول لكم شهيه طيبه وبرشا بوسات